طب نشوف شاشات تانية برضو. نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام صفاء؟ جمال اسماعيل يحييكي. ازيك يا عم حمدي؟ حمدي احمد الفنان القدير والزميل العزيز. ازيك يا حمدي؟ والله بتوحشني قوي قوي قوي، بس انت برضو بتبقى سباق بالخير باستمرار، وبرضو يعني انا خجلان فجت الفرصة علشان خاطر اقولك انت وحشني قوي قوي قوي. ايه يا عم حمدي؟ انا زمان كنت اقلب في القنوات الاقي حمدي احمد موجود على الساحة باستمرار، دلوقتي انا بقلب في القنوات مش لاقي حمدي احمد. فينك يا حبيبي؟ ولا الناس اللي يعني اقول ايه، المنتجين والمنتج المنفذ والقطاع في مصر ايه بينسوا الناس اللي وقفوا معاهم زمان؟ بينسوا نجوم التلفزيون؟ مش احنا كنا نجوم التلفزيون برضو يا عم حمدي ولا ايه؟ ها؟ معلش انا مش حالب عليك المواجع، انما انا بقى اصل عندي حسرة. بيقولوا بان في ممثل سوري نجوم مصر يعني رفضت انها تشتغل هذا المسلسل، فعشان كده جابوا هذا النجم السوري. والمصيبة ايه؟ دور صعيدي سوري يمثل صعيدي. الله، طب ما عندنا العمدة، عندنا حمدي احمد. ها حمدي احمد ملك الصعايدة، ليه ما يعملش الدور ده؟ ولا انت برضو من ضمن النجوم اللي رفضوا يا عم حمدي؟ معلش يلا بقى، يعني المهم ان احنا عايزين كده نتجمع في عمل حلو قوي قوي قوي، وعلشان خاطر بقى العمل دون يعني يتكتب لنا، وصي بقى مدام صفاء تعملوا للتلاتة العواجيز، انا وانت ورشوان توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ جمال اسماعيل ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني انا تزاملت مع جمال اسماعيل من اول ما عملنا مسرحية الارض. وكان قبلها طبعا لما كنا زملاء في المعهد. ومن الناس اللي هو يحمل صفات الشخصية المصرية الحقيقية. جمال اسماعيل يحمل صفات الشخصية المصرية الحقيقية، شهامة، جدعنة. دايما نسأل على بعضنا، هو يقول لي كل سنة انت طيب في العيد، وانا اقول له كل سنة طيب في رمضان. يبقى رايح العمرة يقول لي انا رايح العمرة مش عايز حاجة، انا مثلا رايح الحج اقول له مش رايح الحج مش عايز حاجة. بنسأل على بعضنا وهكذا. ده حاجة جميلة جدا الحقيقة. وولادي يعني اعتبرهم اصدقائي، وهو يعتبر ولادي اصدقائه. وده العشرة. اهو ده اللي انا كنت بكلمك عليه في اول اللقاء مع بعضنا. ان احنا كنا بناخد وندي مع بعض. وتحللنا اللقمة مع بعضنا طبعا، والقعدة مع بعضنا والعشرة مع بعضنا، ونقتسم الحلوة والمرة مع بعضنا. خدت بال حضرتك في الإذاعة جمال اسماعيل ده لو أنا واقف على المسرح وفي جملة ما عجبتوش يبقى هيتجنن ويرجع يقول لي إيه الجملة دي النهاردة أنت قلتها وحش. يا للدرجات دي بالجملة؟ أيوة. يعني الجملة دي انت قلتها النهاردة وحش، اجي تاني يوم واعمل حسابي ان انا لازم اصلحها. لو انا قلت يوم حلو يطلع يقول لي يا حمدي كنت النهاردة زي الفل كده. بح كده ايه الحب ده؟ الصديق ايه الحب ده؟ والأخوة. ايه الحب اللي احنا بنفتقده ده دلوقتي؟ واحد زعلان علي ان انا ما بشتغلش. مع اني يعني ما يعني يقول لك ما فيش حد حاسس بحد دلوقتي. طبعا. لكن هو حاسسها. والله اول مره يقولها لي. يا سلام. والله اول مره يقولها لي. طب انت تريها جواه. طب انت رايك ايه في حكايه كان في اسيره يعني قضيه ان يبقى في واحد مش مصري
يجيبوه عشان يعمل بطولة عمل صعيدي مثلا أو عمل بورسعيدي زي ما شفنا. رأيك إيه في الحكاية دي؟ والله هقول لحضرتك على حاجة، يعني أنا هنا يقال إن مصر هي هوليود الشرق. طيب خدت بال حضرتك؟ كويس. هي هوليود الشرق. أنا ولا عندي مانع، وأن السوري لما يجي يشتغل هنا على عيني وعلى راسي قبل المصري. خدت بال حضرتك؟ لكن المسألة فيها بعد أكتر من كده. إيه بقى؟ أقول لك البعد بقى. تفتكروا إن إحنا اتضربنا بأفلام المقاولات ولا لأ؟ طبعًا. في أفلام مقاولات طبعًا. مظبوط. فترة. وهذه الأفلام المقاولات كانت مخصصة لضرب اقتصاديات السينما. ياه. طبعًا. طبعًا. أول حاجة عملتها إن هي رفعت الأجور في كل حاجة. فاقتصاديات السينما النهاردة اختلت، أجور مرتفعة جدا، عمالة أجورها مرتفعة جدا، آلات إيجارها مرتفعة جدا، استوديوهات مرتفعة جدا، وهكذا. طبعا دي رسالة مش حلوة. لما يجي المنتج أو رأس المال المصري أو العربي علشان ينتج ما يقدرش. طيب. فهربت رؤوس الأموال المصرية. وبقينا نشتغل لاشتغل أفلام ممولة من قبرص. والرأس المال العربي مش قادر يشتغل، لا المصري ولا العربي قادر يشتغل. طيب ليه؟ لأن أنا ما كانش عندي دور عرض. كل دور العرض اللي عندي 400 دار عرض، لو شغلتهم كومبليهات ما يجيبوش أجر النجم. لكن هي كانت بتعمل أفلام للتعليب، سميناها أفلام معلبة للعرض المنزلي. ها، وهذه طلعنا بقى الشخصية المصرية سيئة، والمرأة المصرية سيئة، والدكتور المصري سيء، والضابط المصري سيء، والفنان المصري مهرج. وعملنا كل ده في الأفلام دي، وموجة من أفلام المخدرات، وموجة من أفلام العاهرات، وموجة من أفلام الشمامين، وموجة من أفلام معرفش إيه، حتى لا تصبح مصر قدوة للأمة العربية كما قال رئيس وزراء إسرائيل، وقال جربتوا مصر يا عرب إنها تبقى قدوة، شوفوا وصلتوا لفين، جربوا إسرائيل إنها تبقى قدوة. أجي بقى لحتة سوريا. سوريا كانت بتعمل الفنون الراقية. جمال سليمان ده هو اللي عمل الناصر صلاح الدين. من هو الناصر صلاح الدين؟ الذي فتح القدس، الذي هو آل بعروبة القدس. عملها في مسلسل. في مسلسل أي هاتوه بقى. طيب. ها؟ ما هو جه. وجه. ليه؟ عمل الصعيدي. ها؟ ها؟ ليه؟ 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 علشان انت تقفلي الباب ده. ازاي اقفله؟ تقفليه. ليه؟ زي ما اتضربنا بافلام المقاولات، النهارده بهم سوريا بتتضرب بالافلام دي، وبتتضرب بالمسلسلات دي. ليه؟ فين الصلحية؟ ها؟ فين باب الحارة؟ فين ده؟ فين ده؟ فين ده؟ كل ده موجود. لا مش موجود. لا ازاي باب الحارة موجود جزء اول وجزء تاني؟ هقول لحضرتك، هقول لحضرتك على حاجة. نعم. لما هربوا كلهم وجوم على هنا، انا ما بقولش هربوا يعني، جات المخرجين وجوم المنتجين وجوم معرفش مين وجوم مين وجوم مين وجوم مين وجوم مين. مجموعة. ليه؟ مجموعة. لا ما يصحش. طب وايه الفكره؟ ايه المانع؟ لازم. هل الفن ليه وطن؟ ما هو انت النهارده دلوقتي، انت النهارده دلوقتي سوريا بتمر بازمه اقتصاديه ولا لا؟ كويس. انت غليتي ايه؟ غليتي عليها الاسعار دلوقتي. غليت عليها الاسعار ليه؟ انت ما انت اديتي لجمال اسماعيل لجمال سليمان اجر عالي. ممكن مش عالي. خدت بال حضرتك؟ برضه ده برضه اختلال في الاقتصاديات. في الاقتصاديات. طب ما في فنانين مصريين رفضوا يا استاذ حمدي. الله. مين اللي رفضوا؟ ايه؟ عارض عليهم الدور ثلاث اربع تنفار. طب انا ما تعرضش عليا الدور ليه؟ ما هو دي نقطه فعلا. اولا انت عارف طبعا ان احيانا والله اعلم انا ما اعرفش بعدك شويه عن الوسط الفني. يعني ايه؟ يعني بعدي كنت لازم انا اعمل دعايه واعمل اعلانات عشان انزل لهم واقول حمدي احمد موجود في كذا، والعياده مفتوحه من الساعه 6 للساعه 9 ويقابل مرضاه ما اعرفش فين. ايه الكلام ده؟ الفنان الكريم لا يسعى الى العمل، انما العمل يسعى اليه. لما تتهان كرامتي وافوت على المكاتب واترجاهم في عمل، انا اروح اشرب سم واموت. ده الشر عليك. طب انت شفت المسلسل؟ نعم. شفته. ايه رايك في اداء جمال سليمان؟ على عيني وعلى راسي.
ولا اقدر فيه حاجه، لان انا مش شغلتي ان انا بناقد، انا شغلتي ان انا بسالك انت كرأي كمشاهد كصعيدي. اي كصعيدي زي اي مصري بيعمله، عمله زي اي مصري. لا ده اتقن اللهجه ولا المصري اتقن اللهجه. ما اتقنش اللهجه برغم انه كان في راجل مصحح للهجه وكل حاجه. ما انا قلت برضه لحضرتك في اللقاء لا يكفي مصحح اللهجه، ولكن يجب ان احنا ندرس اللهجه. يعني انت مع ولا ضد شغل السوريين او يعني اي جنسيه العرب؟ انا معاها. ويشتغلوا على عينه وعلى راسه. لكن مش بالشكل اللي حصل ده. الشكل اللي حصل ده يضر هنا ويضر سوريا. دول اربعة ولا خمسة بس اللي لا يشتغل. يا ست هانم اكتر؟ لا اكتر، كمخرجين وممثلين ومصورين و و و و وكل ده. بيقولوا مخرج واحد بس ولا لا؟ والله انا اجيبهم لك. لا انا اجيبهم لك. انا كاتبهم عندي. انا اجيبهم لك. كام واحد؟ نعم كتير 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 طبعا. كتير طبعا. كتير طبعا. انا مش زعلان على انهم اشتغلوا. امال ده انا على عيني وعلى راسي، ده انا افرح بيه. طب امال ايه وجهه اعتراضك على ايه؟ حتى لا يهملوا الفن السوري. طب ما الفن السوري عندهم ناس تانيين. انا اشجعه. انا لما يبقى عندي فن في اليمن افرح، لما يبقى عندي فن في السعوديه افرح، لما يبقى عندي فن في دمشق افرح، لما يبقى عندي فن هنا التنافس. هنا التنافس. انا احب ان يكون في سينما يمنيه، احب يكون في سينما سعوديه، احب يكون في سينما مغربيه، احب يكون في سينما تونسيه، احب يكون في سينما موريتانيه، احب ده كله. طيب خدت بال حضرتك؟ لكن مش هستقطب الناس. مش هستقطب الناس. ما هدش. دي نظريه الفوضى الخلاقه. هي دي نظريه الفوضى الخلاقه.